السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا المقطع الجديد والذي هو بعنوان مغفرة ملايين الذنوب بثلاث كلمات. بثلاث كلمات هيتغفر لك ويتغفر لك ملايين الذنوب. يا خبر ابيض، بثلاث كلمات؟ او والله بثلاث كلمات. تخيلوا حضراتكم لو ان انسان عنده شويه ذنوب كتيره جدا، والذنوب ديت ممكن عياذا بالله توديه النار. لان خد بالك من حاجه، ان ممكن الانسان يوم القيامه يجي يلاقي نفسه تساوت كفه الحسنات مع كفه السيئات. يعمل ايه في اللحظه ديت؟ لو سيئه واحده جت في ميزان السيئات هترجح كفه السيئات ويخش النار، ولو حسنه واحده جت في كفه الحسنات هتثقل موازين الحسنات ويخش الجنه. يبقى ممكن يقف دخولك الجنة على حسنة واحدة، وممكن يكون دخول الإنسان النار بسيئة واحدة، حينما تتساوي الكفتان. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. عشان كده احنا محتاجين أول بول نكتر من الاستغفار، ومحتاجين أول بول يتغفر لنا كل الذنوب. والاستغفار مش لوحده بس هو من أسباب مغفرة الذنوب، فهناك حاجات كتيرة جدا بفضل الله من أسباب مغفرة الذنوب، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. مثل الدعاء بقى اللي هو أو الثلاث كلمات اللي هقولها لكم النهاردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. عارفين حضراتكم زبد البحر؟ عارفين الموجة لما بتيجي من البحر كده وتوصل لحد الشط وهي راجعة بتعمل رغاوي كتيرة جدا. الرغاوي ديت مش عايز اقول لحضراتكم واكون مبالغ، بتقدر مش بالملايين، بالمليارات، بالمليارات من الفقاقيع البسيطة دي البيضة ديت، الرغاوي البيضة ديت مليارات. تخيل بقى لو ذنوبك قد المليارات ديت، قد رغاوي البحر دي كلها، تخيل هتتغفر كلها بالثلاث كلمات دولت، انك تكررهم 100 مرة. هياخدوا منك وقت قد ايه؟ ورب الكعبة لن يستغرقوا منك 3 دقايق. 3 دقايق تنقذ حياتك وتنقذ عمرك كله، بان انت 3 دقايق تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم مصدق، النبي هو الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فبوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بيقول لك لو قلت الثلاث كلمات دولت 100 مرة كل يوم الصبح كده، بفضل الله يتغفر لك كل ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. اوعى تفرط فيهم واوعى تفرطوا فيهم. بالله عليكم ما تنسوش من ضمن أذكار الصباح سبحان الله وبحمده 100 مرة، تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. اللهم اغفر لي ولكم يا رب العالمين، واختم لنا بالصالحات أعمالنا، واجعلنا ممن يشربون من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم اجمعنا يا رب مع الحبيب المصطفى في فردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.